التميز والتفوق والنجاح درب عالي يوصلك حد الغيوم، لابسين العلم والهمة والشاح وسط بحر المجد بالعزة نعوم. العقل لو ما تغذى بالكفاح يمتلي حسرات واحزان وهموم. العقل لو ما تغذى. أنا محمد بن علي بن راشد آل سعيد، من مواليد عام 1419. درست المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في مدينة الدلم. أدرس حاليا بالصف الثالث ثانوي في ثانوية الأمير سلمان بن محمد بالدلم. لا ما يحوم لو ما كافح في السماء لا ما يحوم. بدايتي مع الموهوبين كانت مع قسم الموهوبين بإدارة التعليم بالخرج، فقد شاركت لأكثر من 4 سنوات من الصف الخامس الابتدائي. وفي الصف الثالث المتوسط اجتزت اختبار تقيمه مؤسسة كبير عزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالتعاون مع مركز قياس، مما أهلني للدخول في العديد من البرامج الإثرائية التفرغية الصيفية في الجامعة السعودية، وكان من أبرزها برنامج في جامعة الملك سعود حول موضوع الطاقة النووية. وفي السنة التي تليها درست في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برنامجا لمدة 3 أسابيع حول الهندسة الكهربائية. والفلاح يزيد بالعلم ويدوم، والفلاح يزيد بالعلم ويدوم. السعادة والهنا والارتياح ما تجي ما بين ليلة وبين يوم. السعادة والهنا والارتياح ما تجي ما بين ليلة وبين يوم. عملي في الأبحاث العلمية بدأ بالصف الثاني المتوسط، حيث كان لدي هاجس حول تأثير الهواتف النقالة على جسم الإنسان. بدأت ببحث علمي حول موضوع أثر الهاتف النقال على ثقل السمع، وقد أجرينا العديد من التجارب في المستشفيات الحكومية والأهلية، واستنتجنا في البحث أن الهواتف النقالة الحديثة لا تسبب أضرارا ذات قيمة على جسم الإنسان وعلى ثقل السمع بالتحديد. وفي الصف الأول ثانوي بدأت بعمل بحث علمي حول موضوع أثر ماء زمزم في تخفيض الإشعاعات النووية، وقد أجرينا العديد من التجارب في جامعة الملك سعود في قسم الفيزياء النووية، واستنتجنا أن ماء زمزم يملك العديد من المزايا التي تميزه عن بقية أنواع المياه الموجودة على سطح الأرض. ومعنى ذلك أنه من الممكن أن يستخدم في تخفيض الإشعاعات النووية في المفاعلات النووية. وفي الصف الثاني ثانوي بدأت بعمل بحث علمي حول فعالية أشعة الجاما ضد حشرة ثلوسة النخيل الحمراء في النخيل، وقد أجرينا العديد من التجارب في جامعة الملك سعود في كلية الزراعة والأغذية وفي معهد بحوث الطاقة النووية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكذلك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وقد شاركت بالمشروع في العديد من المعارض الدولية والمعارض المحلية، وقد حصلت فيها على العديد من الميداليات الذهبية والبرونزية، وقد شاركت في معرض انتل للعلوم في العالم العربي في مدينة الإسكندرية، وكذلك في معرض تايوان الدولي للعلوم. كما حققت في هذا المشروع العديد من النتائج المبهرة، فقد استطعنا قتل جميع أطوار الحشرة دون الحاجة لاستخدام المبيدات الكيميائية ودون ترك أي آثار أو ترسبات على البيئة أو على النخلة. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ ابتكار قادر على الدخول داخل الحقل ومعالجة النخيل من هذه الآفة. العقل لو ما تغذى بالكفاح يمتلي حسرات واحزان وهموم. العقل لو ما تغذى بالكفاح يمتلي حسرات واحزان وهموم. كل ما قدمت وسأقدم بإذن الله وبتوفيق الله عز وجل، ثم بدعم من الأهل والأصدقاء والزملاء والمعلمين في مدارس الثلاثة، وقسم الموهوبين بإدارة تعليم الخرج، وقسم الموهوبين بوزارة التعليم، فلهم مني كل الشكر والتقدير. كما أتقدم بالشكر لمعالي وزير التعليم على ما بذله من دعم لبرامج الموهوبين بالوزارة.
لابسين العلم والهمة وشاع وسط بحر المجد بالعزة نعوم. كل له طموح، وطموحي هو أن أكون رائدا في مجال الأبحاث العلمية والاختراعات، وأن أكون مشاركا فعالا لتصبح المملكة العربية السعودية هي الأولى على مستوى العالم. لو مكافح في السماء لا ما يحوم، التميز والتفوق والنجاح درب عالي يوصلك حد الغيوم، لابسين العلم والهمة وشاح وسط بحر المجد بالعزة نعوم.